طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دارين ان احنا لسه نشتغل الجزء العملي من الـ Spatial Convolution and Filtering، تمام؟ طيب عندي صورتين، الصورة الأولى يعني هي عبارة عن بانتو من السين 173-49، دي الصورة الأولى. الصورة الثانية عبارة عن شنو؟ الايريستاك الناتشورال كلر الستاك ليم للصور للسين 173-50، تمام؟ طبعا انا مرات قاعد بقوم اشتغل على الفلتر معين على صوره معينه، لانه بس الامكانيات بتظهر في صوره احسن من الثانيه، تلقاه في صوره احسن من الثانيه، لكن هو بيتنفذ على اي صوره، تمام؟ فدارين نبدا مثلا على السموث فلتر. زي ما قلنا الكونفوليوشن فلتر كلها يا جماعه بتتلاقي وين؟ هنا في راستر، يعني بمشي راستر، من راستر بمشي سبيشال، من سبيشال بمشي لشنو يا جماعه؟ كونفوليوشن. هنا ملاحظين كاتب لك كيرنل، في كيرنل دي انت يا جماعه بتختار حجم الكيرنل اللي هو شرحناه ديبيل. حجم الكيرنل طبعا بيأثر يعني في النيبر هود المشاركه في شنو؟ في العمليه كم؟ يعني حجم النيبر هود المشاركه بتفرق طبعا في النادي، يعني النيبر هود المشاركه بتفرق في النادي. 3×3 بيكسل؟ يعني 3 بيكسل في 3 بيكسل. فالحجم بتاع البيكسل بيفرق، تمام؟ بتلقى مثلا احنا دارين اللو باس فلتر ده، اللو باس فلتر بيعمل لي شنو؟ سموث للصوره. فانا الصوره الملونه حقت اللاير ستاك دي داري اعمل لها شنو؟ الفكره بتاعت السموث. ومثلا اخذت شنو؟ الفلتر اللو باس ده، تمام؟ الفلتر اللو باس 5×5 تمام؟ بجي اختار له هنا اديه مسار. طيب اخترت الكيرنل 5×5 لو باس فلتر كويس، ودخلت له الصوره بتاعت اللير ستاك الناتشورال كلر للسين 73-50، وبعد ذلك شنو؟ ادي الاوتبوت مسار وشنو؟ ويسي، فممكن اسميها شنو؟ لو باس كويس، سميتها هي 5×5 تمام اوكي. وعطاك بجي شنو؟ مضغط اوكي. الفكره في اللو باس فلتر يا جماعه زي الفكره اللي قلناها قبل، بتعمل لي شنو؟ سموث. يعني شنو؟ سموث الفلتر زي ما قلنا بيشيل حاجات بيمرر حاجات، يعني بيقوم بيخلي لي التباين القليل او يعني التردد العالي بقوم شنو؟ استبعد، خلي لي شنو؟ التردد او الفريكونسي شنو؟ الاقل. ومعناها لو عندك نقاط 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 صغيره في الصوره المفروض شنو هي شنو؟ الشاب. طبعا مرات انت الصوره لما تعينها كده تحس انه شنو؟ ما في فرق، الا مرات تحتاج انك تدقيق كويس؟ طبعا هي اسهل عنها شنو؟ ما مزود. لو زومتها دي الصورة القديمة قبال الفلتر، تمام؟ ودي الصورة الجديدة اللي بعد الفلتر. ملاحظين؟ يعني هو لا دي القديمة، الحواف واضحة دي القديمة، ما أنا داير أقلل التباين، ما داير أقلل صح؟ داير شنو؟ أقلل التباين، فداير أمسخ الحواف، يعني ما دار الظهيرة، داير شنو؟ الحاجات بتاعت الحواف دي تتمسخ، يعني ما داير شنو؟ تظهر عكس يعني. وملاحظ إنه الحواف بدأت تبقى لي ما ظهر، يعني في حتات هنا دي زمان مثلا الحتات الما مزروعة دي، يعني بتلقى شنو؟ الفرق بيناتها واضح، لكن هسه قامت اتدمرت لي، بدت لي زي شنو؟ اريا واحدة، لاحظ لا؟
يعني الحته دي الفاصل بتاعها كان واضح الحته دي هنا مثلا، لما اجي اشتغل هنا تلقى انه الفاصل ده راح، فاصل في الحته دي راح. القديم ولا الجديد؟ الظاهره دي الجديده الاوت بوت الحواف حقتها ظاهره، لا اقل ظهورا عاني دي الظاهر ودي المظاهر، يعني دي اقل ظهورا نقدر نقول يعني، لكن شنو منقص لها التفاصيل يعني. يعني مثلا الحته دي المربع ده ملاحظ له النقاط دي هنا ظاهره دي بيضاء ودي سوداء ودي كده، في فرق صح؟ لما اجي في الصوره بعد الاسموس بتلقى انه المربع ده كله بقى حاجه واحده او ماشي لانه يكون شنو حاجه واحده صح؟ وضح الفرق؟ وضح يا دكتور؟ تمام. انتوا اداكم نتائج زيها لما اشتغلتوها؟ طيب نمشي خطوة ثانية برضو من convolution، بمشي special بمشي convolution، داير اقوم اعمل شنو يا جماعة؟ edge detect. ال edge detect يا جماعة عنده زي ما قلنا شنو؟ horizontal و vertical وكده. فأنا مثلا هختار مثلا 5 في 5 هوريزنتال. 5 في 5 هوريزنتال شنو يعني؟ معناها يا جماعه اشتغل لي ايدج ديتكشن بكيرنر 5 في 5 والايدج ديتكشن ده هوريزنتال. يعني هو هيشتغل الشغل ده هوريزنتال بس. تمام؟ طيب هنقوم ندخل له الصوره يا تا، انا قاعد افضل دائما لما نشتغل الايدج ديتكشن قاعد اشتغل بشنو؟ بصور تكون شنو جريسكيل. طبعا ممكن تشتغلها وحتديك نتائج، لكن ده عشان الاوتبوت حيطلع عليها ابيض اسود بقدر اميز، لكن ده عشان تجربتنا الاولى عشان الحاجات شنو تبقى لنا واضحه. انت لما تشتغل التجربه الاولى دي تاني لما تشتغل على صور ملونه برضه حتبقى لك شنو واضحه. فانا حاشتغل على شنو؟ بانتو ايميج دي حديه اوتبوت زي ما قلنا ومسار ممكن اسميه هوريزنتال اتش، لان انا هناك مختار شنو زي ما قلنا هوريزنتال اللي هي هوريزنتال قلنا شنو 5 في 5 بقول له شنو اوكي. طيب بمشي افتح الصوره الاوتبوت حقتي وفايل بشوف الريسن فايل بلقى فيها الهوريزونتال اتش، طبعا هي فيل ثاني بقول لك فيل لاير كوميك، فملاحظين هي تكتشف لي الاتش. طيب عشان نفهم هوريزونتال ليه يعني شنو يا جماعه نحن نقوم شنو نعمل زوم ملاحظين المنطقة دي الخطوط جاية شنو؟ كده. ملاحظين المنطقة دي الخطوط دي جاية فيها كده. طيب عشان اديكم لا اوضح في منطقة تكون اوضح موضوع هوريزونتال ده يبقى لنا اوضح من كده، عالوا الري المحوري ده، الحتة دي منطقة بتاعت شنو؟ ري محوري. تمام؟ دي الصورة حقت بانتو الأصلية يعني. الصورة الأصلية هذه تمام؟ ملاحظين الدوائر دي كاملة مكملة صح؟ طيب كده نشيلها نجيب الصورة الناتجة. ملاحظين هو هي شنو؟ اكتشف لها الحواف كده أفقيا. البينة دي شنو؟ اعتبرها مع الخلفيه زي ما قلنا الحواف هو حيقوم شنو؟ يديها غيم اكبر يعني حيخليها مايله لانها تبقى شنو؟ بيضاء، والخلفيه حتكون مايله لانها شنو؟ تبقى اسود. تمام؟ فحتلقى انه شنو هو اكتشف الحواف هوريزونتال. فانت اذا مثلا عندك ظاهره دي انت متاكد انه الظاهره دي الحواف دي هي هوريزونتال فممكن تشتغل بشنو؟ ما
هوريزونتال ايدج ديتكشن عشان شنو؟ تحاول تفتشها. تمام؟ بالعكس طبعا يا جماعه في شنو؟ في فيرتيكال. نجرب الفيرتيكال. في شنو؟ فيرتيكال. نمشي سبيشال كونفوليوشن. فالانبوت ايمج ياها شنو؟ السين بتاعنا البانتوري ذاتها انا هشتغل بها نفسها عشان نشوف الفرق ما بين الهوريزونتال والفيرتيكال والكلام. فحديه مسار ايوه حنغير الكيرنل اللي هو حقوم مختار مثلا 5x5 فيرتيكال اختار 5x5 شنو؟ فيرتيكال. سميت الصورة vertical edge. سميت الصورة vertical edge. بعد ده هقول له اوكي. فبقول له كلوز. بجي امشي افتح الفيرتيكال ايدج بتاعتي. طبعا دي لانهم شنو قاعدات فوق بعض عين لنفس المنطقه قام جاب لي شنو الحواف فيرتيكال. لاحظين جاب لي الحواف فيرتيكال. لو يعني دي الهوريزونتال ودي شنو الفيرتيكال. تمام. طيب برضه ممكن شنو امشي القى شنو النون دايركشنال ايدج يعني. اجرب لو اشتغلت شنو نون دايركشنال ايدج يعني شنو بيعملوا بلاي في شنو في جميع الاتجاهات. تمام. فاختار نفس صورتي دي ذات البانتوني. فبعد ذاك بمشي في 5x5 ممكن اختار اللابلاسيان دي او كده يعني. اللابلاسيان بيشتغل شنو؟ في كل الاتجاهات يعني. او 5x5 دي ديكس او كده يعني. فخلينا نجرب ال 5x5 ايدج ديتكتيف. واقوم شنو؟ ادي الاوتبوت. وقت في كل المفروض يعني السبوز انها تكون شنو في كل الاتجاهات. بعدين احنا احسن شنو نجرب نشوف اتش 5x5 نقول له اوكي ونشوف يا ترى صادق ولا كذاب. لاحظين ده الناتج بتاع 5x5 اتش. لاحظ لا في كل الاتجاهات يعني حتى الهنا بتاعت الراية المحور الظهر. لاحظين حاجه دي شنو؟ هي نون دايركشنال. اللي هي هنا بتلقاها جوا في الكونفوليوشن اسمها ايدج ديتك. برا هنا بتلقاها شنو خاتين في بعض الطول مسمينها باسم ثاني لكن بتشتغل لنفس الشيء. تلقاها هنا نون دايركشنال ايدج. بتشتغل نفس الشغل دي يعني هنا جوا الكونفوليوشن اسمها ايدج. يعني الطول دي يا دكتور هنا اسمها علا. هذه اشتغلت عليها ايدج ديتكت. بتشتغل في كل الاتجاهات. ايدج ديتكت كده بس مسمينها كده. برا برا هنا خاتين لا شورت تر يعني مثلا زول لو ما هنا مسمينها نون دايركشنال ايدج.
تمام، لكن نفس الطول بس اسم هنا واسم جوا. اسم الجوا خلينا شنو مختلف. ده الرشاش طبعا يا جماعه الله يخليك، اكتشفوا لك الرشاش. فهنا ذات الأجي اللي عم يكون كبير مظهر انه شنو الأجي كبير، لان الأجي صغير بعد شنو صغير. فطبعا يا جماعة الأجي ده يعني عنده شغل تاني، يعني عنده ما بعده، يعني دي واحدة من الحاجات ممكن يستفيد منه في الفيجوال انتربريتيشن، ويستفيد منه لو دار يترس زي ما قلنا دار يشتغل في بتاعي او كده. في ناس طبعا قاعد يشتغلوه بيه كشغل اولي، بيشتغلوا بيه الاوبجيكت اورينتد كلاسيفيكيشن، يعني في ناس بيشتغلوا الاوبجيكت اورينتد كلاسيفيكيشن، في ناس بيشتغلوا اول بالجناي بالهنا بيسموه شنو الكلاستري او مش الكلاستري اسمه شنو نسيته مالي السيجمنتيشن، بيشتغلوا الايمج سيجمنتيشن، بعدين اي سيجمنت بيقوموا بيعتبروه هو ده شنو اوبجكت، وبعدين بيحاولوا يصنفوا الاوبجكت. هنا مرات بيقوموا بيشتغلوا بشنو بالاتش، يعني في بيبرز كثير انا لقيتهم شغالين برضه بالاتش، في ناس قاعد يدمجوا التو ميثود تمام. فدي طريقه فعاله جدا يعني كويسه، يعني احنا بنقدر نكتشف بها الاتش يعني. فبرضو انت شنو ممكن الزول يقدر يحكم، يعني انه لو مثلا شغال اي شغل والاتش ما واضحه لي وانا داير اعمل فيجوال انتربريتيشن للمنطقه، الحاجه دي شنو بتساعدني بصوره كبيره جدا. اي اي طيب انا طبعا في حاجه ما جربتها داري اجربها، شوف الحاجه دي بتبقى عندكم وقت زي ما قال علي الامام. ده الفلترز الرئيسيه يا جماعه اللي قلنا احنا دايرين نشتغل الليله. طبعا شنو زي ما قلنا ممكن شنو تعملها بالانفرس، يعني مثلا اذا الخطوط البيضاء دي ما واضحه لك انت داير الخط يبقى اسود والخلفيه تبقى بيضاء، فممكن بالانفرس تعكسها تمام. في الهاي باس فلتر اللي اشتغلناه امس ده يعني اي خاصيه شنو لينير، يعني هو ما الفكره الاتش، اي ظاهره خطيه هو بيقوم شنو هو مركز معها، يعني اكثر من انه هو بيكتشف الحواف تمام. في سؤال يا جماعه؟